guys. بعد فترة طويلة من الإغلاق وتوقف الحفلات الجماهيرية في الكويت، أعلن مركز جابر الأحمد الثقافي عن استئناف نشاطاته مع سلسلة من الحفلات لأبرز النجوم العرب تحت عنوان حفلات فبراير 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني الكويتي ب 25 فبراير، والحفلة الأولى راح يحييها عباد الجوهر وملحم زين، وتاني حفلة هتكون يوم السبت بتاريخ 26 فبراير مع راغب علامة وأميمة طالب، ويوم الحد بتاريخ 27 فبراير موعد الحفلة الثالثة اللي بيحييها فؤاد عبد الواحد وأسمى المنور. أما الحفلة الرابعة فهتكون يوم الاثنين بتاريخ 28 فبراير مع تامر حسني ويارا. إيش الأجواء الجميلة هذه؟ بالضبط. الأجواء الاحتفالية في الكويت راح تكمل مع سلسلة حفلات ثانية أعلنت عنها روتانا بعنوان فبراير الكويت العودة، واللي راح تقام في أرينا في الفترة من 3 إلى 18 مارس، وبحسب معلومات تريندينج الخاصة من النجوم المشاركين فيها نجوم الكويت اللي هم عبدالله الرويشد، نبيل شعيل، نوال، بالإضافة لمحمد عبدو، أصيل أبو بكر، عبد المجيد عبدالله، راشد الماجد، وأصالة، ونجوم آخرين. يعني مهند أكيد الأجواء هتكون ولعانة في الكويت الفترة اللي جاية دي، احتفالات كتيرة إن شاء الله يا رب هنشهدها أكيد معاك. بالضبط كده. وطبعا غير الحفلات دي كمان النجوم ابتدوا أوريدي يحضروا أغاني وطنية احتفالا بالمناسبة، وتريندينج هيقول لكم حصريا عن أغنيتين لسه ما حدش عارف عنهم أي حاجة. أول أغنية هي البلقيس اسمها الثابت من كلمات عبدالله العماني وألحان فهد الناصر، والعمل الثاني كمان من ألحان فهد الناصر وهو ديو بين ألاء الهندي ومروة بن صغير، وهيكون عنوانه قصة الأجيال. كمان موسم الرياض راح يحتفي بالكويت في يومها الوطني بتاريخ 25 فبراير مع فعالية بعنوان ليلة في حب الكويت في بوليفارد الرياض سيتي، تتضمن حفلة غنائية راح يحيوها نوال الكويتية، عبدالله الرويشد، نبيل شعيل، مطرف المطرف، مساعد البلوشي، وعرض أيضا مسرحي من بطولة حياة الفهد، سعد الفرج وسعاد عبدالله. يعني متأكدة مهند أن الليلة دي بالذات ليلة العمالقة الجمهور مش هينساها، إن كان من الغناء أو التمثيل. إحنا بنحضر نجوم كبيرة جدا وأسماء كبيرة، ليلة فنية، سهرة فنية. صحيح. يعني إن شاء الله هتكون مميزة وجميلة يعني.